سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك وعلى السي محمد الأزرق. أولا نعزي أسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة، نعزي ساكنة شاون فهو ابن مدينة شاون ولكن ابن أيضا مدينة طنجة. السي محمد الأزرق يعني رجل عرفته عن طريق الكتابة وعن طريق الأدب، كل ما يمكن أن أقوله في حق مهم أن الرجل كان يحب الخير للجميع، يعني يفرح لإنجازات المبدعين. صراحة ما هاد اللحظة هادي اش نقول لك، السي محمد هو صديق ودائما كنا في اتصال، وصراحة موته يعني هو مفاجئ، وطنجة ستفقد يعني وجها أدبيا مشاكسا ومشاغبا، ولكن هاد الشغب ديالو كان شغبا جميلا ومقبولا ويتقبله منه الجميع. صراحة يعني الأزرق فقدان الحياة الثقافية مدينة طنجة. رحمة الله على الصديق والأخ أستاذ محمد الأزرق الذي كان أخا للجميع، كان محبا للناس، كان قلبه يشع بياضا، عاشق للفن للأدب للفكر بمناوشاته المعهودة، لطالما كان صديقا لنا جميعا، أحببناه وأحبنا، وكان دائما مبادرا للخير وزرع الحب وزرع الأمل، وبالتالي ها نحن نرى هذا الحصاد الجميل الذي كان بعنفوانه وبأخلاقه الحميدة ونبله الطيب، ها نحن نرى النتيجة، هؤلاء الناس الذين اجتمعوا كلهم، هذه الأعداد الغفيرة التي جاءت كلها لأنها باختصار تحب إنسانا ودودا نبيلا كان اسمه محمد الأزرق. عزاؤنا واحد، الله عظم الأجر، كان إنسان طيب الله عمره وليدا، صديق حميم كيبغي الجميع، شبك صغير كل الناس كيتمنوا الموت ما جبروهاش، هو كيعجب الحياة متشبت بالحياة، الله يخلي لوليداته أجرنا أجركم واحد، وأنا عاجز على شي كلمة نقولها، اسمحوا لي بزاف. كان إنسان طيب، مهتم بالفن، مهتم بالدراسة، مهتم بالقراءة، وكيساعد جميع الناس، وكيمشي جميع المعارض، كيدخل جميع الميادين المهرجانات، فيما مشيتي تلقاه هو الأول، هو اللي سبق الخبر، هو اللي سبق نادى، ولو يعني كره من كره أو أحب ما أحب كتلقاه ديما هو الأول. كنت آخر واحد تقريبا اللي شفته، لأن عندي المرأة ديالي عيانة، وجا باش يزورني وشافها وقال لها الحاجه لاباس بخير وهذا، واحد 4 ساعات هذاك مشى بحالو. لغدا كيعيط لي الوزاني قال لي اللي قالو مسكين، كيفاش ما عرف، صدمه كبيره. انا باقي دابا باقي بحال الدهول، ما نعش مزيان، ما عرفش فوق ساحب، ما عرفش راسي، ومشى مسكين باقي صغير. أوف. الله يعدم الاجر، اللهم كرمته ومثواه الجنة وصافي، وتمنوا لي إن شاء الله المقام حميد مع الشهداء والصديقين، آمين يا رب العالمين. صراحة شنو غنقول على الأزرق؟ الأزرق هو الرجل الوحيد اللي أنتم كتشوفوه اللي يجمع الجميع على محبته، قدر يجمع هاد القلوب كلها المحبة ديالو، الرجل اللي كان سباق للخير دائما دائما. سي محمد الأزرق صراحة باقي ما صدقناش أننا فقدناه، لازال موجود معنا، والله يحفظكم. هذا الشيء اللي عطى الله، ما انسان كتخون العبارات مثل المواقف. صراحه شنو نقول لك، انسان كان جالس معك البارح في الصباح تلقى الخبر انه راه في
كلينيك كذا، كتبان لك يعني عادي، ربما شي مرض ولا شي كذا عادي، فما دركناش اللي قال هذاك، جينا طلنا عليه وشفناه وكذا. حتى كنتلقاو الخبر ديال الوفاه فكانت صعيبه بزاف الصراحه، صعيبه بزاف علينا. سي محمد الازرق والله ما كاين خاها صراحه، هي هذه واحد القلب لا اله الا الله، رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، الله يغفر له، الله يرحم له، الله يرحمه. والحمد لله تبارك الله، انت كتشوف هذه الجمعه كلها تدعي معاه ان شاء الله، وربنا ربنا كبير الحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.